انطلاق القمة العالمية للمناخ بمشاركة الممثل الأمريكي أرنولد وسط احتجاجه. النمسا تعمل على عقوبات مشددة بعد ازدياد جرائم الإنترنت. وزيرة الطاقة تدعو لمنع سير السيارات يوماً في الشهر. أتراك النمسا يفضلون أردوغان بسبب خطاب الدولة المعادي للأجانب والإسلام. وتكريماً لأرواح ضحايا الثورة في إيران، فيينا تسمي شارعاً باسم مهسا أميني. شركة تقدم 3000 فرصة عمل للاجئين دون شرط اللغة والجنسية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. انطلقت القمة العالمية للمناخ بمشاركة النجم الأمريكي أرنولد شوارزنيجر في فيينا اليوم وسط احتجاجات ناشطي البيئة الذين أغلقوا الشوارع. وحضر الفاعلية الرئيس النمساوي ألكساندر فاندر بيلن الذي أكد أهمية الحفاظ على المناخ وأشار إلى تكاليف عدم اتخاذ إجراءات، ودعا شوارزنيجر في خطابه إلى تشكيل حركة بيئية جديدة تستند إلى البناء والنمو والمنطق السليم. فيما أكد المستشار النمساوي من جانبه كارل نيهامر على الأفكار البيئية المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة وإعادة التدوير. Das Leben hängt davon ab. Baut eine grüne Zukunft. Baut besser. Baut jetzt. Wir können es. Build, build, build. We can do it. As our motto here says, we have the power. Schwarzenegger war. شهدت النمسا زيادة في عدد البلاغات المتعلقة بجرائم الإنترنت، حيث ارتفعت من 46 ألفا في العام 2021 إلى 60 ألفا العام الماضي. وبحسب وزير الداخلية جيرارد كارنر، تم حل نحو ثلث الحالات مشيرا إلى زيادة تقديم البلاغات من الضحايا، وتم تسجيل جرائم الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة تقارب النصف، وشهدت هجمات القرصنة والكراهية على الإنترنت زيادة قوية، وأكد أن الحكومة تعمل على تجديد القوانين وزيادة عقوبات القرصنة، ومن المتوقع أن تعتمد في الخريف المقبل. Das heißt, knapp 20% aller angezeigten Delikte im Jahr 2022 haben einen direkten Internetbezug. دعت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليونور جيفسلر إلى زيادة ضريبة الكربون لدعم الطاقة المستدامة وحماية المناخ. وطالبت بزيادة ضريبة ثاني أكسيد الكربون من 55 يورو إلى 120 يورو حتى عام 2025، ورفعها إلى 240 يورو بحلول عام 2030. إضافة لذلك، تدرس فكرة يوم خال من السيارات شهرياً، وحظر تسجيل محركات الاحتراق الجديدة بدءاً من عام 2027 وخفض حدود السرعة. قال عالم الاجتماع كينان كونغور أن أتراك النمسا يفضلون أردوغان بسبب الخطاب المعادي للأجانب والإسلام وتركيا. وأظهرت الانتخابات تفضيل الأتراك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث حصل على نسبة تصويت تقدر ب 72%، وهو ما يعكس شعبيته المستمرة في النمسا. يعود ذلك جزئياً إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات وارتفاع أعدادهم في البلاد، بالإضافة إلى ذلك ربط الأتراك بأصولهم التركية، حيث يعتبرون أردوغان المدافع عن حقوقهم. قامت حكومة فيينا بتسمية شارع باسم مهسا أميني، الشابة الكردية التي قتلها النظام الإيراني والتي أثارت انتفاضة شعبية. وأعلنت مارينا هانكي مستشارة رئيس بلدية فيينا عن تسمية الشارع تضامنا مع الانتفاضة الإيرانية، وأصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي وبلدية النمسا بيانا يدعمان به الانتفاضة، ويعلنان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية شارع باسم مهسا أميني بشكل دائم بعد تصويت مجلس البلدية، والذي سيكون في الحي 22. قدمت مجموعة ريفي للأسواق التجارية فرص عمل للأشخاص الذين لا يجيدون الألمانية، ذلك بدعم من صندوق الاندماج النمساوي OEF.
وتوفر المجموعة فرص عمل لطالبي اللجوء والنازحين من أوكرانيا بغض النظر عن الجنسية النمساوية أو مستوى اللغة. وأعلن كريستوف ماتشكي من إدارة ريفي أنه بحاجة ماسة إلى 3000 عامل. وقالت وزيرة الاندماج سوزان راب إن العديد من اللاجئين عاطلون عن العمل، ويجب على أي شخص استغلال الفرص المتاحة وتعلم اللغة بدلا من الاعتماد على المساعدات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات الجديد على هواتفكم لتبقوا على اطلاع. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.